كيف سيكون الحل الذي ستتوافق عليه القوى السياسية للعودة إلى مجلس الوزراء؟ يقول الوزير السابق عضو تكتل لبنان القوي غسان عطلة لبرنامج هنا بيروت أن لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة يؤسس لحل يفترض أن يظهر الأسبوع المقبل بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء. إنه الرئيس عون كل يوم تقريبا كان عنده لقاءات بهذا الموضوع لإيجاد حلول لما حدث ولإعادة انعقاد مجلس الوزراء بشكل سريع، وبعتقد إنه الأمور أصبحت شبه مكتملة وسيكون هناك عقد لمجلس الوزراء قريبا. الحلول أصبحت شبه جاهزة، يعني وزير العدل عمل جولة على رئيس بري وعلى عدد من الفعاليات وطرح طرح ممكن يكون مقبول من الكل. قريبا قد ايه يعني؟ قد ايه بتفترض انه الحل ممكن يحتاج الى وقت؟ بعتقد الاسبوع القادم. الاسبوع القادم سينعقد مجلس الوزراء بعد حل المساله بالقضاء مع الابقاء على القاضي طارق بيطار في مكانه. صح. سمعت محمد مرتضى اخر مره شو قال الوزير، وزير الثقافه، قال بانه هم اليوم اذا دعاهم رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه هن بيروحوا على جلسه، ما منهم مقاطعين. ايه بس هو بمكان ما وزير ثقافي، واللي صدر عنه بمجلس الوزراء كوزير ثقافي غير مقبول، ومطلوب منه قبل ما يكون هالقد مرتاح على الروحة على مجلس الوزراء انه يكون عم بيبرر ما قام به بمجلس الوزراء بطريقة ما. يعني مش العرض انه هو بروح او ما بروح، العرض انه ما ارتكب بمجلس الوزراء آخر مرة من قبل وزير الثقافة، هل هو مقبول لدى وزير الثقافة ومن يمثل وزير الثقافة بوجود رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء؟ هذا السؤال الأهم. بموازاة بحث وزير العدل عن صيغة للحل تبدد هواجس حزب الله وحركة أمل، وتبقي في الوقت عينه القاضي طارق بيطار محققا عدليا. راسل البيطار النيابة العامة التمييزية لبت قرار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي رفض إعطائه الإذن في ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقرار المجلس الأعلى للدفاع رفض إعطائه الإذن في ملاحقة المدير العام لأمن الدولة لواء توني صليبة. مصادر قضائية رأت أن هذا الإجراء هو إجراء اعتيادي، وقد سبق للبيطار أن قام بخطوة مماثلة بعد رفض طلبيه الأولين ملاحقة صليبة وإبراهيم، علما أن النيابة العامة تملك مهلة 15 يوما للإجابة عن المراسلة التي سيتولى النظر فيها القاضي عماد أبلين نتيجة تنحي المدعي العام التمييزي غسان عويدات عن القضية.